صباح الخير. يعني بقول لك شي رياكشن على قلبي. شو؟ رياكشن، انطباع، رد فعل. رياكشن انك مثلا تفاجأتي برؤيتي، سعيدة، تعيسة، اما هيك لا، مبالاة كثير هيك. بدك تنطرني لعيد اللقطة واعمل انطباع التفاجؤ، حبيته. هارموني مرحبا، انا ما خرج اكون صديقك، معلش. اوكي. رياكشن، معلش، كلمة جديدة أنا متعلمها من رفيقي وحابب استخدمها كتير مشان قلك إنه أنا تبع لغات، بس اللي ما عم بفهمه أنتي تبع شو؟ تحضر فيلم سينما الشام الساعة 6؟ أوكي. كون صح صح ما؟ ما بضمن. هارموني نحن عن جد ما ممكن نكون. أنا عندي رفقة كتير، شو بدي أعمل فيكي؟ طيب خلص، دبر حدا تاني أخضر معك فيه. يلا باي. باي. طيب هي قلت لك ريحيني، انت مو من فتره قلتي لي اللي بريحك؟ يفترض تكون ريحتك انت. ليش هيك؟ ليش شو؟ انت ليش مفترض انه اي بنت بتعبر لها او بالاحرى بتلمح لها انك بتحبها؟ لانه انت لهلا عم تحكي بلغه مورس، بجوز حاسس عيب تقول بحبك مثلا. بحبك، هي هي المشكله؟ بس ما ريحتك انطور علي. إيه لا، مو هي هي المشكله. المشكله انه انت واثق بحالك زياده، وحاسس انه اي وحدة مجرد ما تقلها بحبك او تتطلع فيها لازم يغمى عليها. طيب ليش اعطيتيني رقم موبايلك؟ لانك حلو، فقلت لحالي اكيد ما حتكون متشردق تعمل علاقة مع بنت اضافية، وممكن تكون عن جد صديق، لاني انا عن جد بحاجة للصديق. ما كتير بوثق بصداقة البنات، هاي بدها شرح طويل. والشباب كلهم بعد فترة بصيروا يشوفوني فوق التخت، فقلت لحالي ممكن نكون أصدقاء. وقف وقف شوي، وقف. أنت دائما بتحكي مع حالك. عرفت ليش بدي صديق؟ أنا شو كان بدي بالفن التشكيلي والثقافة؟ أنا خرجي ثقافة، أنا واثق بحالي كثير. هلا هيك بتعطي رياكشن؟ فيكي تكملي ركض إذا بدك. يا رب بكل الأحوال أنا بدي. الله يستر على عرضك، لا تعطينا ياهن هدول تبعات الشفقة. ليش؟ رح قلك سر، لأني أنا حافظهم وباصمهم وبستخدمهم مع الناس، فأجى هلأ مين يستخدمهم معي؟ لا عن جد كان بدي قلك شكرا، بس لأنه كان جده أبو يوسف عمن قربي فقع صوالح. Everybody think about أبو يوسف. اهلا وسهلا. جاي نعم عندك ساعة الساعة 10. شو من امتى ببلش؟ من امبارح. الله اكبر، شو الريحة عم تطبخ؟ من التسعة عم تطبخ. ساعة 10 وهارموني جاي تتغدى هون. ابو يوسف الله يستر على عرضك، فيقني بس قبل ما تجي هارموني. يا رب اذا بدك خليك هون يعني عادي، ما في مشكلة. لك مو مشانك أبو يوسف، قلت لي ظريف الواحد يجرب كل شيء بحياته، هيك مرة قلت لي ما؟ تسادي أي نظريتك؟ نظريتي؟ أجرك بها النظرية أبو يوسف، لا تأخذني، طلع مو ظريف. شكلك مبسوط كأنك ما؟ نام هلأ نام، ولما تفيق بنحكي. والله ما أحسن نام. ريحة الأكل بتمرد. وتنام بالغرفة. لا تشكرني لأنه أنا. ليك هلأ؟ مش لاح صباطك قبل ما تنام بالتخت ها؟ الله، بتعرف شو حاسس؟ حاسس إذا هلأ بيقولوا لي روح على الخدمة العسكرية ما عندي مشكلة. طب يلا روح، شو عم تنتظر؟ حاسس غير نفذ يا أبو يوسف، الله يخليك، هذا مصطلح مجازي. الله يخليك، فيقني قبل ما تجي هارموني. هيك أحسن لك، صدقني. تعرف؟ عندي تداخل حواس. شو هو اللي أحسن لي؟ يعني المشكلة إني أنا مالي مراهق، المشكلة إني من الفراغ. معقول هذا اللي عم يصير معنا من الفراغ؟ يا رب هلا أنت فهمني، شو بدك منا؟ لا أنا ما بعرف، كنت معك كثير حقير يعني. أنا مشكلتي إنه أنا واضح
مالي حقير فأنا مالي ذنب. هاي مشكلتهم معي. في شيء بالفلسفة الهندية اسمه كارما، يعني العاقبة الأخلاقية. أيوه. وأنت ليش عم تعرفي كل هالقد؟ أنا شو عامل لها؟ يا ترى لو هارموني كان عندها نفس الشعور شو؟ هي حاكت لك شيء؟ لا، بس شبهتك بيوسف. يوسف؟ يا حضن بم. لا يا محلى الصديق، أنا شو بدي أحسن من هيك مشبهتني لأبوها؟ يا رب أنت ما عم تفهم. والله أنت يلي ما عم تفهم ولا أنا عم بفهم. خليني فوت نعم أحسن لي، كان لازم أمرق على المدرسة أبضرات بيصفح حسابي. تعرف صار لازم ألعب رياضة. ليش غيرت رأيك؟ ما غيرت. من وين سمعت؟ شو سمعت؟ وقت كنت عم بحكي أنا وجده. لك على فكرة أنت بتعزفي كتير حلوة. أنا ما بحب حدا يشفق علي. في شي بالدنيا هاروني اسمه تعاطف. ليه عم تضحك؟ صار أمس حالي عم بحكي مثل أبو يوسف. هلا أنت شو بتخسري إذا بتحبيني؟ هل شو بكسر؟ ولك إيش عم نبيع بالحميدية نحن؟ هلا بدك تقنعيني إنه أنا عندك سيارة؟ ما حاطتني. طيب ليش بكل هالحركة؟ مشان أتعلق فيكي أكتر؟ أنا ما عندي أكتر. ما كل القصص والحكي عم ينتهي فيه. أنا مش فرقة معاي، مش فرقة معاي. كذابة هي مو أنتي، هي أكيد كذابة، لأنه لو مو فرقة معاها ما كانت غنت الغنية. شفتي شلون عم نولف على بعض؟ طيب بحبك روح. إيه رح روح.